لحي القدس الحمام الزاجي. كنعاود نتشرف بالحضور ديالكم في هذا النهار المبارك، لان ديجا حنا في هذا المكان كنا لصقينا، وكانت البدايه ديال الافتتاح بالحضور ديالكم، وكان البدايه يعني مينور، يعني انا كرئيسه كنا عندي تخوف في البدايه من عدم نجاح هذا السباق، بطبيعه الحال، ولكن والحمد لله كانت المفاجاه بان هاد الناس اللي عطاونا الثقه ديالهم ما خذلونيش انا شخصيا، وما خذلوش المجموعه اللي تعبات باش توصل لهذا النهار اللي فيه تتويج ويعطى الجوائز لهاد الشباب وهاد الناس اللي هما شاركوا في المسابقه. فمره ثانيه كنهنئ هاد المجموعات اللي شاركت في هذا السباق باسم جمعيه البيئه الخضراء، وكنتمنى لكم التوفيق والمزيد من العطاء، وان كنتظر منكم المره الجايه ان شاء الله ثاني نشوف واحد المجموعه ثاني اللي تفرحني بنجاحات ديالها، ونقدم لها بيدي هاد الجائزه ان شاء الله. وشكرا على الثقه ديالكم من جديد. قبل ما نختتم، انا جد مسروره باش كنلتقي مره ثانيه ب السيد سي وعد الدان، اللي كان هو رئيس العصبه، اللي هو كان المساعد الرسمي في البدايه اللي بدينا في البرلمان، وكنتشرف بكم، وانتم كذلك انتم عرفتوا رئيسة جمعية البيئة الخضراء في هذه المنصة هذا النهار الكامل. شكرا لكم، شكرا لكم كثير.